اللي هي تشمل طبعا البروستات والسيمينال فيزيكال والبلبو يورترال جلاند، وعندنا بالاخير الفينس اللي هو راح نتطرق له لانه بالاخير بشكل موجز. هذا الحكي راح كله اشرحه. لاحظوا وياي، لاحظوا وياي، هاي عندنا البروستات. لا تشوفها هيك معقده وشغلات، احنا نعرف انه البروستات اول مره هي محاطه ب كابسل، محاطه بكابسل كونكتيف تيشو، كابسل تحيط بها، تعرف هي كبيره انها جزء هذا من المقطع. اهم ما يميزها شنو اللي يميزها؟ طبعا هذا اليوريثرا مثل ما تشوف، اليوريثرا اللي يكون كريسنت شيب يعني يشبه الهلال بالضبط، اكو تراكيب ملحقه بها هسه راح نشرحها. واهم شيء بها انه اكو اشبه اكو تجمعات هي تقريبا من 30 الى 50 كومباوند تيوبولو الفيولار جلاند او برانشد تيوبولو الفيولار جلاند. لاحظ من اقول تيوبولو الفيولار يعني اكو تيوبولاي واكو الفيولاي، كلها اسميها اسيناي. فاكو تجمعات واكو كونكتيف تيشو يجي من الكابسل يقسم لنا بين هاي التجمعات اشبه باللوبيول. لاحظوا يا هذا كونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو هذا يكون متميز هنا بالبروستات بشكل فايبروماسكولار ستروما. شنو ستروما؟ مفهوم ستروما اكو طلاب ما يعرف شنو ستروما. ستروما يعني السدى، يعني الشبكه من السانده المن للاورجن او الغده الاورجن او الجلاند. وعندي البرانكيما، البرانكيما يعني العناصر الخلويه او الغديه، فانا عندي غده فهي هاي البرانكيما يعني الماده الاساسيه او الحشويه اللي هي هاي الغدد. واضح شلون؟ نقول ستروما يعني سدى، يعني الهيكل، يعني الفريم ورك، الشبكه السانده للاوركل. فراح يكون عندي هاي فايبروماسكولار ستروما اللي هو كونكتيف تيشو، امتداد منين جاي؟ من الكابسل. فهنا الفايبروماسكولار يكون متميز يحيط، يعني اكو بي فت كاركترستيك فيتشر يحيط لنا بالعناصر الغديه، او احيانا ما بيع عناصر غديه مثل هنا هاي المناطق اللي جوا اللي من ضمنها التراكيب هاي اللي راح اذكرها لاحقا. اذا حتى اذكر هاي التراكيب شويه اللي اعتقد راح تاخذوها بالتشريح او فد شيء. هذا عند اليوريثرا اكو فد شيء يشبه القبه دوم لايك شيب، هو يعني من يتكون من يعني الستروما بس بدون غدد، بدون غدد. فهذا الشيء يسوي يبرز داخل اليوريثرا ويسبب لي هذا الدوم شيب، يسبب لي هذا الشكل لليوريثرا بهذا الشكل يكون زين. وطبعا عاده يتصلون بالساينسز بروستاتيك ساينسز، دول من هاي الجهه وهاي الجهه. وعندي بنص هذا الدوم شيب اللي يسميها هنا كوليكولار سيمينالس، هذه اللي حكينا عنها قبل شويه، بنص اكو تركيب يعني بشكل رد بنقول عليه كولديساك نسميه اليوتريكل، هذا يكون متسع بنهايته قبل ما دخوله باليوريثرا يعني هو هذا، وعلى جانبي الاجاكيولاتري داكت اللي يصبون ايضا بال كوليكولاس. اذا هسه هذه التراكيب اللي نستعرضها لان موجوده بالمقطع. اهم شيء عندي بالنسبه للبروستيت، بالبروستيت اهم شيء عندي انه اكو ستروما فايبروماسكولار، ستروما من اسمه فايبروماسكولار يعني بها كونكتيف تيشو فايبرو الاستيك يعني كولاجين فايبر الاستيك فايبرز، وبها مصل. لاحظوا وياي يعني بها سموث مصل، فتكون متميزه هذه مو مثل بقيه الجلاند او الغدد او الاورجن. فهذه هي الفايبروماسكولار، تحيط لنا قد تحيط بالعناصر الغديه اللي هي هذه جلاند.
اللي قلنا عادتها من 30 الى 50. هذه كل غده راح اشوف بيها السيناي. بعض المؤلفات او بعض الكتب تسميها فوليكلز. لاحظوا وياي، هاي السيناي باحجام واشكال مختلفه مثل ما تشوف، وتكون بيها طيات، تكون بيها مثل ما تشوف مطويه بيها فولد من الستروما اللي كونكتيف تشو او ستروما تبرز داخل الابيثيليوم وتكون لنا طيات بيها. زين تكون مطويه وتكون بيها اكو ريد دوت، بعضها اشوف بيها ريد دوت اللي هي الكونكريشن هاي او الاميلويد بوديز اللي هي جلايكوبروتين طبعا، وهذا طبعا يزداد ويا الايجنج كونكريشن. هاي ما عندي شيء بعد. زين هذا هو التركيب العام، هذا هو التركيب العام. لما اجي اخذ مقطع هذا حكي عليه، لانه ماكو حكي بالبدايه مثل ما قلت لكم، دائما انا اخلي لكم اشياء يعني اللي جدا مهمه واللي تحتاج توضيح، خلي لكم هذا الحكي اللي هو مطلوب منكم طبعا حتى تتقارن، لانه مو بسهوله تلقي بيه. لما اجي هذا مثلا ما خلي عليه انا شرح، لان واضح اكو شرح بالبدايه راح تشوف قبل شويه تعرف، ما يحتاج شرح لانه اذا خليك شرح يصير به تكرار وملل. راح اشوف هذه مقطع مكبر او رسم مكبر للاسينال او الفوليكل اللي سميناها قبل شوي، شوف اشكال مختلفه وبيها فولدد طيات جايه من ستروم، ستروم بيها سموث مسل واضحه. لاحظوا وياي هاي الكونكتيف تيشو فولد، هاي فولد، هاي الطيات، وهذه الاسيناي او الفوليكل مفرد مالها اسيناس، بعض هذا يسميها فوليكل، وممكن اشوف بها الكونكريشن او الاميلويد بوديز اللي هو يكون كونسنتريك لاير يعني يونيفورم، يعني يكون لاملر منتظم اللي هو جلوكوبروتين. وممكن اشوف السكريشن بعد يعني ما بكون عندي الكونكريشن. الابيثيليوم اللي بطن لنا الاسيناي او الاسيناس الوحده هو كولمينر ابيثيليوم مثل ما تشوف، كولمينر ابيثيليوم. اذا اللي هو طبعا هو جلاندولار ابيثيليوم اقول عليه. اذا صار واضح كبرنا، احنا نريدكم شويه تدققون من تقرا ذاك هذا تجي تكبر، شوف هاي الاسيناي ما جانا شيء جديد، اكو فايبرو ماسكولار ستروما او كونكتيف تيشو راح يكون لنا الطيات هاي الاسيناس، والاسيناس يكون بها كونكريشن قسم بها سكريشن الى اخره. الابيثيليوم اللي يبطن لنا هاي الاسيناس يكون نوع كولمينار. واضح لحد الان؟ هسه راح اشوف سلايد مصبوغ، هذا السلايد مصبوغ بالمايسون ترايكروم. هاي المايسون ترايكروم تصبغ لنا السموث مصل لون احمر، والكولاجين فايبر تصبغها باللون الازرق. لاحظوا وياي يعني مو هيماتوكسين ياسين، فنفس التركيب السابق بس غير صبغه. لاحظوا وياي بتشوف هاي الاسيناي وهاي الكولمينر ابيثيليوم اللي يحط بيها، والفايبرو ماسكولار ستروما بيها سموث مصل هاي الحمراء، والبقيه كانك تفتش الازرق، وهذا الكونكريشن اللي طالع بلون يعني ماجنتا تقريبا او الاميلويد بوديز. هنا اكو سكريشن. صار واضح؟ هذا سلايد، سلايد مباشر. هذه بالنسبه للبروستيت. عندي بالنسبه للسيمينال فيزيكال، هذا مقطع عرضي بها سيمينال فيزيكال، راح اشوف بها. لاحظوا يعني
راح اشوف بها ايضا 3 طبقات، هي الميوكوزا، الماسكيلاريس، والادفنتيشيا. هنا مثل ما تشوف، لا تشوف، تشوف هاي الهوسه الابيثيليوم هنا اللي قد يكون يعني زودو ستراتيفايد او يكون كيبويدال يعني او لوكولومينر او كيبويدال، يكون متحور بشكل فولت، بشكل فولت. هاي الفولت اما تكون برايمري يعني كبيره، برانش وانستموز، لاحظوا وياي، تتفرع وتلتقي مع بعضها وتعطيني سكندري فولت. سكندري فولت هاي همنا انستموز، تتشابك تلتقي مع بعضها وتكون لي تجاويف كافيتيز او تراكيب غير منتظمه، نسميها كريبس او دايفرتيكيلي، تراكيب يعني مو غدد. لاحظوا وياي اثناء التقطيع مالتها راح تطلع عندي هاي الكريبس. اذا الابيثيليوم متحور بشكل برايمري اند سكندري فولت، وعاده هاي الفولت تكون هي عباره عن ابيثيليوم اللي هو قد يكون زودا ستراتيفايد او كيبويدال ابيثيليوم، ولامنا بروبريا تكون الكور مالته، الكور مال الفولت يكون هو عباره عن كونكتيف تشو مال لامنا بروبريا اللي بالاسفل، هذه الطبقه رقم 6 هاي البيضة. اذا هاي الميوكوسا او الميوكوس ممبرين. عندي المصل او الماسكلاريس لاير تكون نفس الجي اي تي وول، انر سيركولار لاير، تيراد لك شويه هم تقارن، واوتر لانجتيودينال لاير، لان هذا مقطع عرضي. اذا يشبه الجي اي تي وول، وعندي الادفنتشيا هذه اللي هي كونكتيف تيشو وذ بلاد فيزل نيرف الى اخره، ويكون مرتبط مع الكونكتيف تيشو اللي هي. اذا هذه هي السيمينار فيزيكال، هذا الحكي ايضا عليها. حكي عليها لانه ما عندنا بالبدايه حكي عليها حتى توثقوا، حتى البلبو يورثرالي جلاند ما خليت لكم حكي عليها لانه حتى من السر عندكم هذا، بس هو واضحه. البلبو يورثرالي جلاند هذه راح اشوف اكو كابسول، هي لانه موجوده من الاسفل يعني تحيط بها منها طالعه من الجهه السفلى، لانه اكو يوروجينيتال دايفرام هي موجوده بي، فاكو بسكيلتال مصر، فراح اشوف بالكابسول وبالسبتم هنا اكو سكيلتال مصر مثل ما تشوف، راح تبتد من الكابسول سبتر بيها في سموث مصر يعني ويا كونكتيف تشو ويا كولاجين الاستيك فايبر الى اخره، واهم ما يميزها هو السكيلتال مصر، هاي مخططه ستريتد يعني، وراح تقسم لنا هذا السبتم او الترابيكولا، راح يقسم لنا الجلاند الى لوبيول، اشوف عندي هنا تو لوبيولز، اشوف بها الاسينايا او اليونت سكرتاري يونت، هي طبعا راح اشوف بها نوعين، نوع تيوبيلا ونوع اسينا تيوب يعني بشكل التيوب، شوف هذا متطاول وهذا بشكل السنخي يعني بشكل الاسنس. نشوف الخلايا طبعا تعتمد نوع الابيثيليوم يعتمد على الفانكشنال الستيت، فقد يكون هو بشكل عام نقول عليه كيوبويدر، بس هنا طالع عندي قريب عن الكولمينر، فيعتمد على الحاله الوظيفيه. هذه اهم ما بال بالبايوريثرال جلاند. طبعا اكو ايضا اكو دكت تركيبها مشابه للسكرتاري يونت، تعرف انت كل سكرتاري يونت يعني يتصل معها دكت للغرض نقل السكريشن، فهذا الدكت تظهر بهذا الشكل تركيب مشابه للسكرتاري يونت. هاي هي البالبو يوريثرال جلاند.
عندي اخر اخر شيء هو البينس. بينس ما اهم جزء لازم نستعرضه اليوم بشكل موجز. اهم ما نركز عليه هو الكوربرا كافرنوس، اللي هي اكو عندي تو دورسال، اقول عليها كاربرا كافرنوسا، وعندي الفنترال اللي هو الواحد يعني سنجل، اللي اقول عليه كوربس سبانجوزا. اثنيناتهم كلهم محاطين بتيونيكا البيجينيا مثل ما تشوف هنا، تكون ثيك تيونيكا البيجينيا يعني دينز ريجولار كونكتيف تيشو وذ سموث مسل الاستيك اند كولاجين فايبرز، وبيناتهم الميديان سبتوم. وهنا تكون التيونيكا البيجينيا تكون ثينر ذان ذات اوف كاربرا كافرنوس. طبعا بالسبنجيوزا اكو اليورثرا اللي هو البنايل، لاحظوا وياي ترافيرس او وايدن ل نقول الكافرنوس هذا سبنجيوزا. وطبعا هنا الجدار مالته احنا متعودين دائما اليورينري يعني الاورجان دائما هي تكون ترانزيشنال ابيثيليوم. هنا راح يكون زودو ستراتيفايد او يكون، لاحظ هاي الملاحظه، او يكون ستراتيفايد كولومينر، هذا الرير التايب رير اوف ابيثيليا للانسجه الطلعيه، هذا هنا يكون يعني الخلايا القاعديه تكون مكعبه والسطحيه تكون عموديه، فاقول عليه اخذناه الصف الاول تذكرون اللي هو الستراتيفايد كولومينر ابيثيليوم اللي بطن البنايه اليورثرا هذا. طبعا احنا نعرف انه اكو هنا اللفافه هاي اللي تحيط لنا بال الفاشه هذه الديب بنايل فاشه، وفوقها راح يكون عندي السكن اللي هو الديرمس والابيديرمس. بقيه التراكيب اكو بلد فيزل طبعا، اكو ديب واكو دورسال الى اخره، واكو سوبرفيشال فين بالنسبه هو على مستوى الشرايين، اكو ديب ودورسال واكو هيلسن اللي تصب لنا بالساينسس الساينسز رقم 18 كافرنس ساينسز، اللي هي اساسا تكون هي عباره عن فينز، هي عباره عن فينز، والكور مالتها يكون هو ترابيكولا ممتدة من تيونيكا الجنة، ويكون يعني متصل مع بقية الورق الأوردة اللي هي السوبرفيشال و الديب أو بقية أنواع السوبرفيشال أو غيرها من أو الدورسال دورسال والسوبرفيشال فينز. إذا هسه بالنسبة هذا هو التركيب، احنا ما نريدكم بكل التفاصيل بس تعرف أنه هاي الكوربرا نوعين اكو دورسال وفنترال، وتحاط بالأغلفة اللي هي شرحناها مرة نعيدها مرة أخرى. هذا درسنا بالنسبة لهذا اليوم، خلصنا بالنسبة للميل برودكتيف سيستم. طبعا كل شيء موجود عندكم، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم.